مشاهدون الليلة، محمد الحجاج، فرعون في الأردن، شنو الحاجات اللي تديروا فيهم في آخر أيام شهر رمضان؟ مرحبتين بيكم في حلقة جديدة من برنامج سهرية، وأكيدة نورتونا. طبعاً صحة فطوركم، صحة شريبتكم، وفي من قاعد يلحق أنه يشري دبش العيد، فكل عام وأنتم بألف ألف خير يا رب. سهرية مستمرة بكم وبنوركم صراحة، وبمشاركتكم الرائعة جدا في هذا البرنامج. لولاكم ما كناش حنكمله بنفس الوتيرة وبنفس المجهود. أكيد شاركونا أكثر، وتعليقاتكم تزيد وتزيد وتزيد وتزيد، تنجح البرنامج وتنجحنا معكم بكل تأكيد. مساء الخير وصحة فطوركم، وقريب نوصلوا لنهاية السنة، قريب نوصلوا لنهاية برنامج سهرية. صراحة المكان اللي عشنا فيه معكم لحظات جميلة، وكيف ما قالوا الشباب، أنتم اللي تكونوا البرنامج أصلاً. في برنامج سهرية نحاول نكونوا المكان اللي يلتموا فيه الليبيين بجو مختلف وجو لطيف شوية، بعيد علي أي حاجة تانية، بالإضافة إلى 218 نيوز اللي دائماً مستمرة في تغطية الأخبار في ليبيا ساعة بساعة. بكل تأكيد مساء الخير سعد. أكيد تحياتنا لهم وتحياتنا لكل المشاهدين اللي تبعوا في سهرية، وكانوا أكبر دعم لنا صراحة باش تتم مسيرة سهرية. وحاب نقول لهم إن العيد قريب، كل عام هم بخير وصحة فطوركم مجدداً. شو أخباركم اليوم؟ ممتاز جداً. كيف ماشي يا نمو؟ ممتاز. مشاء جو، اعتقد ان نحن مشاء جو رمضان معنا. حجاج شنو الوضع؟ شنو الجو؟ بدايه واجهت صعوبه بعدين؟ طبعا انا اول يوم انا مشكلتي كلها في رمضان، كلها في اول يوم يعني. طبعا عارف ان الصيام ساعات طويله، وانا اليوم اللي قبلها نحاول نهيئ نفسي 15 ساعه ونص يعني صيام، فعندك من الساعه 8 الصبح للساعه 12 ما عذاب. من 12 للمغرب خرج طغطي يعني. لا خرج طغطي يعني هي يعني هي صح، شويه الخشه فيه صعبه رمضان طبعا. بس انا زلت مخشيت فيه. انتو مازال هو مش فكره رمضان، مازال انتو مخشيت فيه. هو مش فكره رمضان شباب، هي فكره ان كل حاجه جديده في حياتنا لازم نتعودوا عليها قبل عشان نعرفوا نفهموها ونستوعبوها يعني. المشكله في الوقت منى، المشكله في تغيير الوقت خصوصا احنا نشتغل. لا هي بعد في العيد على يعني قصدي انا مثلا ننزع جدا من قصه الوقت النوم ووقت امتى ينوض الواحد، مش متعود على هذه النقطه. هذه الواحد في الحياه الطبيعيه منظم نفسه وعارف روحه امتى يدير، امتى بيرقد وامتى بينوض، تقدرش تقلب، صعبة فجأة هيك يقلب عليك الوقت، يقلب عليك كل شيء، ترتيبك حتى في يومك يقلب كل شيء. حتى أنا مشكلتي مع النوم علي يعني ما نعرفش كمية الخمول اللي عندي، حتى لما نوض ونحس روحي أني مكتفي إنه مراقد مثلا 6 ساعات أو 5 ساعات أو 7 ساعات. بس أنا المشكلة ما نعرفش في رمضان، بس هذه تواجهني نرقد. المشكلة المواجهات أنا ما عنديش مشكلة في مسألة النوم وكذا، عادي نرقد ساعة 4 ونوض ساعة 9، ما عنديش أي مشكلة في كل يوم. ايه كل يوم انا مشكلتي قلت لك اول يوم رمضان مساله تلخبيط الاكل هذه هي اللي تعبني بعدين. يعني خلاص المشكله في الاكل مش في النوم. اي مشكله في الاكل في الاكل مش في النوم. كويس جميل ممتاز. نمشوا كالعاده نشوفوا الفيك نيوز او الاخبار المزيفه. يلا أهلا بكم في موجز لأهم الأخبار من سهرية. كشفت أديداس أمس عن النسخة الجديدة من أديداس شبشب الصبع، الإصدار الأول الذي تم تصميمه وابتكاره بأحدث التقنيات لتحفيز البلطجية على المقاتلة في حرب الشوارع وجبهات القتالية في الأحياء السكنية ولترويع المواطنين. وصرح سام هندي نائب رئيس التصميم والابتكار قائلا: أبهرتنا الثورة الليبية والمقاتلين الذين يقاتلون في جبهات والحروب، حيث البعض منهم كان مرتدي شباشب صبع والباقي صبع بدون شباشب، وبنزول هذا الابتكار للأسواق سنضمن لكم حقبة أخرى من الهدم والتخريب. صرح المتحدث باسم وزارة السياحة الليبية أن ليبيا تشهد حركة سياحية نشطة غير مسبوقة وتوافد السياح من جميع أنحاء العالم في موسم الصيف قاصدين الشواطئ والمنتجعات الليبية. وأضاف المتحدث في حديث لإذاعة طرابلس المحلية إن حركة السياحة نشطة جدا، ووصلت نسبة إشغال الفنادق 100% في كافة المدن والمناطق الليبية. في الخبر الأخير صرح الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران ليبيا إن الشركة سترفع عدد محطات الوصول الأمريكية من 7 رحلات أسبوعية إلى 10 رحلات في الأسبوع، إضافة إلى 3 ولايات أمريكية جديدة
وستسير رحلاتها ابتداء من الأسبوع المقبل، وتتمنى الشركة للمسافرين على متنها قضاء إجازات ممتعة، وتطمن أيضا مسافرين الدرجة الأولى ورجال الأعمال بأن الشركة قامت بتوسيع مقاعدها حتى تضمن الراحة للمسافرين. إلى هنا ينتهي الموجز الإخباري من سهرية، والآن العودة إلى الزملاء في الاستوديو. طبعا كيف كل حلقة الموضوع فيها مختلف ونهدرزوا في هذا الموضوع، طبعا تقدروا تشاركونا من خلال هاشتاج سهرية على تويتر، بالإضافة إلى الفيسبوك على صفحة قناة 218 الرسمية اللي عليها العلامة الزرقاء، حتلقوا البث المباشر هو اللي تقدروا تشاركوا به أو تشاركوا فيه بتعليقاتكم، بالإضافة إلى الإنستغرام والرسائل الصوتية على رقم الواتساب. في ناس يسألوا ما زالوا على المسابقة كيف يقدروا يشاركوا فيها. المسابقة بس تسجلوا رقم الواتساب اللي موجود بالصفرين 962 اللي فيه اللي موجودة في البداية، وتدزوا رسالة صوتية أي شيء حابين تدزوا تقولوه فيها يعني، وتقولوا فيها الاسم أنت من وين، ونحن أكيد حنعرضوا الرسائل الصوتية اللي نقدروا عليهم، بالإضافة إلى أن حتى الرسائل اللي ما نعرضنش حيخش معنا في السحب يعني. أنا حابة نقول حاجة، شباب اللي يبعث مسج يقدر يبعث حتى شكر لحد معين مثلا في حياته، أو إنه هو مثلا حابب يعيد على أهله أحبابه أصحابه، يقدر عفوا يقدر يبعث، وأكيد نحن حنحاول نعرضه الرسائل اللي نقدر نعرضه. صحيح، في حتى في الأخبار أو موجز الأخبار اللي السهرية شفنا بعض الأخبار، أمس شفنا بعض الأخبار الرياضية، اليوم شفنا قطاع السياحة في ليبيا وكيف نحن نقدر نستغل هذا القطاع المهم في ليبيا. صحيح. وعندنا أماكن سياحية واجد حجاجوا عليه، وحتى منى موجه للكلام بس بجديات عندنا أماكن سياحية واجد لو استغليناها، لو قدرنا أن نحن في يوم الأيام نستغل الثروات اللي عندنا السياحية، حتقعد ليبيا بجديات من الدول الرائدة. صح. في السياحة نظرا للأماكن المتوفرة مش بس الأثرية حتى السياحية. هي الفترة الأخيرة يعني بدأ في نوع من الوعي عند الليبيين أنهم يمشوا لأماكن سياحية، عندنا غدامس عندنا وباري، بس الظروف شوية صعبة. هي ظروف صعبة، بس في جمعيات يعني نعرفها أنهم يديروا في رحلات جمعية يعني توصل حتى لمئة سيارة، يمشوا مثلا للجبل مدن حلوة بالضبط، فبعدين على الأقل على نوروا شيء جميل على ليبيا وسط الظروف الصعبة اللي تمر بها. صح. شوف محمد، من زمان من قبل 2011 ديما مفكر البحر الجميل جدا اللي عندنا هذا، ليش ما نستغلوش؟ ليش الدولة الليبية اللي كانت موجودة ما دارت الناس شيء؟ الناس اللي كانوا مسؤولين في ظل الأمن والأمان اللي هو أكثر حاجة فرحانين بها أو زعلانين عليها توا، ليش ما كانش فيه تطوير استثمار. والله استثمارات كبيرة لهذا الموضوع. كان هذا أنت تحكي على البطالة اللي ممكن تنزل بنسبة 100%، والله فيش حاجة نسبة 100% في بطالة، تنزل على الأقل حتى 70-80% يقدروا يشتغلوا، كل واحد يطلع من حوشة يقدر يخدم في البحر يا سيدي أقرب شيء. بس ما تفهمش شنو الأسباب اللي خلى الناس اللي كانوا قاعدين في البلاد ما يخدموش عليه حاجة كيف هذه؟ هل هي ممكن خايفين من الاستثمارات الأجنبية بدال ما يكونوا مرحبين بيهن؟ في آخر فترة هيك ممكن كان في محاولات ضئيلة جدا ولا تحسب حتى الحسبين. هي يعني شوف الفترة الأخيرة خش القطاع الخاص بقوة يعني في الاستثمارات على الشط، احنا نعرف انه هو مش بقوة، بس انا هذه نعرضك فيها. لا انا نقولك على الأقل شيء يعني شفتها، يعني عندنا حوالي 10 قرى سياحية كبيرة جدا، عندنا في الخمس، عندنا في صبراتة، والخمس وزوارة. زوارة ايضا في حوالي 3-4 قرى كويسات، يعني نتكلم لك عن مدن عمان. بس المشكلة محمد يعني في حاجات واجد، عوامل واجد ينجحن القرى هذين، كان القرى هذين درناهن وما نجحنش معناه ما فيش فايدة. انا حابب لكم حاجة مهمة، ممكن عندنا ناسنا الزمان كبار اكيد حاولوا ان هم يحافظوا على ثرواتنا هذين من اثار من اشياء مهمة في البلاد، بس انا اعتقد ان بما ان التطور صير توا في زمن الحالي زمن الشباب الحق، فممكن الشباب هم اللي حيطوروا الحاجة ذينا وممكن يصنعوا الأفكار ذينا وممكن يوصلوا لمدى بعيد يعني. صح، لكن نحن نحكوا على أن يعني الدنيا كلها بدأت تشتغل من بداية الثورة الصناعية من 1890 وأطلع فوق لل 1920 و30 1950 العالم كان متغير كله، ونحن كنا بادئين في هذه المرحلة، بعدين صار لنا رجعة إلى الخلف في السنوات اللي بعدها في السبعينات وفي الثمانينات وفي التسعينات وفي الألفينات، وهذه حاجة ما تخفش على حد بغض النظر على توجه أي حد سياسي أو فكرته السياسية، لكن هذا واقع.
نحن عايشين فيه طبعاً. وكان القرى هذين ما تمش دعمهن بناس تجي تسكن فيهن مش حيشتغل او ناس تجي تدعمهن يعني السياحه انت بتوفر سياحه منظومه كامله حتكون طبعا منها النقل منها البنيه التحتيه منها كذا باش توصل للمرحله هذه نحن انحرفنا واجد عليه علي موضوعنا لكن الموضوع صراحه بالضبط خلينا نحكي مع بعضنا على موضوع حلقتنا اليوم هو موضوع حلقتنا مش على السياحه ولا على الاكل كيف ما قال حجاج موضوعنا بشكل رئيسي يحكي على شنو هن النشاطات اللي تدير فيهن في اخر 10 ايام من شهر رمضان الكريم طبعا ممكن يكون 7 ايام ممكن يكون 6 ايام يعني العشر ايام الاواخر هن ديما يعني خلاص يجد في تهيؤ بينك وبين نفسك انه خلاص بتودع رمضان خلاص. انك تتودع فيه فتبدا انت تستعد لاشياء معينه هن اللي بنعرفوهن من خلال تعليقاتكم على صفحات التواصل الاجتماعي لقناة 218 حنبدأ مع الانستغرام صفحة قناة 218 على الانستغرام هي 218 تي في فيها حوالي 500 ألف مش أي صفحة تانية لأن في بعض الصفحات الأخرى اللي فتحت حنبدأ من AKR دوتابي صحف توركم في آخر 10 أيام مفروض نزيد من الدعاء وأعمال الخير والعبادات وقراءة القرآن ومفروض نصلوا قيام الليل لأن كيف ما نعرف تحكي على ليلة القدر وخير من ألف شهر لكن تقول نحن اللي بين نعرف بعضنا تلقاهم كلهم طالعين وفي كل مكان زحمة مش غلط أبدا أنه يكونوا كلهم طالعين ومحتفلين بوقتهم ومحتفلين هذا هو الجو حلو أصلا وبالشعائر الدينية بالذات عايزة. في آخر 10 أيام يعني الجو هذا بجديات يقد حلو في كل مدن ليبيا صحيح تامي سوكني صحف تركيا تامي والله الضم والحوسة فيها جو مع وجهك غريب واكيد الحلويات وحابه نقول لسوكنا كل عام وهي بالف خير نوجه لكم تحيه نفرا هي حاليا نقول مش قاعده فيها قاعده في بنغازي ان شاء الله ينعاد عليكم بالصحه والسلام وينعاد عليكم ايضا واهل سوكنا كلهم الى تعليق واحد ثاني من وايت هارت 577 السوق ثم السوق تحكي لك شكله منى تحياتي لكم من غريان سمعوني تحية كبيرة تحية ليك أكيد ومرحبتين بيك أمس شباب كنت نتفرج عليكم أنا على اللايف في حد قال أنت كنت في السوق قاعدة بس العيد صح يعني أنا قاعدة أعترف قدامكم صح كنت نشرد بس العيد والله شريتي ولا لا؟ شريتها والله كويس لا شرت قالت أسبوع هي شريتي في يوم واحد ولا يعني في يوم واحد شريتي دبش العيد هو دبش العيد توت بالنسبة لي أنا مش لبسة واحدة يعني تغيري عندك في الظهر لبسه في الصبح في الليل كذا يعني. بس غريبه بنت يعني تشري دبش العيد يعني في يوم واحد ما هم يعني. مسكينه ما عندهاش وقت بعدين بالعكس يعني هي لما حكينا معها حتى على قصه التسوق قلت لها قبل أنا كنت نحكي في الماضي يعني بس تو خلاص طورتي ونضجت شويه لا بالعكس بس هي ما عندهاش وقت هي امس شريت تمت تبش العيد لان عندها فرصه يعني طلعت الحمد لله حابه نشكر علي قاعد يدافع علي اليوم لا دافع يعني يقول في رايي يعني بصراحه خلينا نقرا تعليقات على الفيسبوك عشان من قصه الدفاع اللي قاعد معنا مش قاعده لازم انا تعليق من ذات النطاقين قالت الصلاه وقيام الليل وختم القران وتحري ليله القدر ايمن شاهين قال منورين شباب ربي يحفظكم عندنا تعليق من ذات النطاقين على القواجد والله رودي منوريني احلى سهريا مجهوله تحيه بكل تاكيد هبوشه المغربي قالت اول شيء نقرا في قران واجد ونحاول نقترب لربي اكثر وطبعا نمشي للسوق اغلب وقتي ساجده قالت منى خيرك معاش نزلت من الدرجيح بصراحه شو نقول لكم حابه نعترف حاجه ثانيه اليوم كله اعترافات ان المخرج قال لي الدرجيح عليك انت فيش منها الدو هذه تمام ايش فيش منها الدرجيحة من الهاية لا هي خلاص درجيحة على الهاية تمام خلينا ناخذ تعليقات من يلا. محمد اكيد حنكملوا التعليقات نور الامل قالت انا من ترهونة ونهنيكم بحلول عيد الفطر المبارك وينعاد عليكم بالصحة والسلامة ونفس الروتين اللي بين كلهم تجهيز الحلويات للعيد عارفين لمة العيد والحلويات طبعا والناس فرحة يعني محمد الأسود قال شكرا لقناة 218 على البرنامج وصحة فطوركم أكيد نشكروك يا حمادي مصطفى بن عمران قال منى شكلها تأخذ ملابس العيد من أمس هم عارفوا يا منى قلبهم معايا شكرا هيا قلت لك حلوة لبستك يا منى عيونك الحلوة تاتو تيت قلت هو هيك اسمها تاتو تيت مش مشكلة حتى أنا كملت دبش وسريبة من أمس به كويس
ريحتي راسك بيديهم في عندك واحد ثاني ولا اخر تعليق من هديل علي قالت منورين شباب وربي يحفظكم وصحه فطوركم. شكرا يا هديل وحنكملوا طبعا في قراءه تعليقات وحنكملوا باقي حلقتنا اليوم بعد الفاصل اللي جاي. حتكون في هيك لعبه بسيطه وحنستهدف بها اول واحد محمد بس حتى الشباب اكيد حيشاركوا فيها. خلونا نمشوا فاصل قصير ونرد نكملوا سهريتنا. يلا مستمرين في موضوع حلقتنا بالإضافة إلى الحاجات الثانية اللي عندنا طبعا. ديما تقدروا تشاركونا من خلال هاشتاج سهرية على تويتر بالإضافة إلى البث المباشر على الفيسبوك والإنستغرام وأيضا الواتساب اللي رقمه دائما موجود على الشاشة أو غالبا موجود على الشاشة. تقدروا تشاركوا فيه برسائل صوتية وسمحونا كان ما نقدرش نعرضوا كل الرسائل طبعا عشان ضيق الوقت بالإضافة إلى التعليقات اللي ما نقدرش نقرون كلهن. وحنبدأ توا شوية مع منى نقرأ شوية تويتر طبعا أكيد هاشتاج أكيد سهرية أو هاشتاج سهرية عندي هاشتاج سهرية بس لا أكيد سهرية برضه. عندي هاي دي ام اي قالت صحفتوا لكم أحلى سهرية منورين الشاشة لي من أول رمضان وأنا نبعت لكم وما تقروش في تعليقي نحبكم هلبة أهو قرينا تعليقي. في دعاء قالت صح فطوركم قراءة القرآن والتسوق أكيد وتحية خاصة لإبراهيم منور السهرية والله. في فطومة قالت مساء الخير وأسعد الله أوقاتكم أنتم الأربع ولو في ضيوف معاكم أكثر نشاط وأهم نشاط هي رياضة في الحوش عشان نلقى مقاسي في السوق بعد شهر حافل بالمعجم. مشكلة مقاساتها تبي تسليني سليني هذه خطة ذكية عجبتني بس ديما اللي يكون في وزن معين بعدين ينقص ولا العكس ديما يواجه في مشكلة كبيرة جدا في دبشة اللي قاعد عنده علي نحسك تبي تقول زي الحزاز يجي عليه. لا والله أنا نواجه في المشكلة هذه دبشة كلها كبار قاعد كبير. طبعا عندنا حنشوفه مشهد من قناة قطع غيار. المشهد يحكي على أجواء الكاميرا الخفية صراحة فيه فكرة لطيفة جدا خلينا نشوفه يلا. شخصية حتى احنا هنا الكوميديا والضحك والتسلية بتاعنا تجي من معاناة الناس الاخرين. كوميديا مراهقة يعني مثلا طفلة صغيرة يعني كيف تشوف واحد تعكف يطيح هيك تضحك عليه انظروا اليه انه يعاني كم هذا مضحك. فالكوميديا تحسها يعني بتاع البني ادم مع الوقت المفروض تتطور مع الحاجات اللي يشوفهم
طور الحاجات اذكى وحاجات فيها انواع اخرى مختلفه، لكن احنا مازلنا حاصلين سواء في برامج التلفزيون بتاعنا سواء حتى في علاقاتنا الشخصيه. تلقى ناس ما تعرفش تبصر مع بعضها الا ان هي لازم تضحك وتذل شخص موجود معاهم او ممكن مش قاعد معاهم في ذلك اللحظه. تلقى مجموعات من الاصحاب والاصدقاء كل تكسيده والله مشيناها على راس فلان، والله التكسيده ذيك مشيناها على راس فلان، انهم ما يعرفوش يديروا اي نوع من الكوميديا مع بعضهم الا ان هم يؤذي انسان واحد اخر. هذه الطريقه الوحيده، يعني الكوميديا هذا المفروض انسان في نوعا ما في مرحله المراهقه خلاص يتطور يخش على مستوى اعلى هكي واذكى شويه من الكوميديا نتاعها، لكن نحن لازم يبدو ان نحن حاصلين فيها. فنحاول ان نحن نفطن ان احنا الكوميديا نتاعنا ما تكونش فيها ايذاء للناس الاخرين حتى بالكلام. يعني ما تابعنا وشفنا هذا المشهد التمثيلي بصراحة هادف بشكل كبير جدا، ينتقد بشكل واضح الكاميرا الخفية اللي هي تسبب في أذى اللي مديور عليه المقلب. لكن وهذا السبب اللي نحن أصلا نحكو عليه الموضوع، ما فيش داعي أنك أنت تضحك شخص ثاني، أنك أنت تأذي شخص ثاني عن طريق كاميرا الخفية أو كذا. أصلا قعد يعني خاصة في الفترة الأخيرة قدت العملية مبتذلة، واللي هو من بداية رامز وقدت تزيد الموضوع هذا بشكل كبير. غير إنه بس مبتذل إبراهيم، حتى فيها يكون أذى نفسي صح. الناس صدقني الفجعة واللقطات هذين وخاصة بتاعت السلاح وغيرها جدا مؤثرات على طبعًا نفسية طبعًا الإنسان طبعًا. حتى بعد يعرف بعدها إنه هو مثلاً إن هذا مقلب ولا كاميرا خفية أو شيء. بس طبعاً نوجه تحية لسراج العالم وقناة قطع غيار والسيد أماني زوجته صراحة. تحية كبيرة صراحة لسراج العالم. أنا حابة نقول لكم حاجة مهمة بالموضوع هذا، إن في ناس طبعاً متأثرة بالأفلام الرعب برضو وتأثرها بالشخصيات المرعبة والدماء والقتل بصراحة والحاجات هذينا، تم تحاول إن هي تدير في برامج زي لما يفجعوا فيهم. أقول لك حاجة خطرة على الأفلام تاعت الرعب والدم والجو هذا. زمان عندي صاحبي لما كان يجن لغطات في أفلام الرعب تاعت القطع والذبح والمش عارف شنو، كان يغمض في عيونه ويبرم في وجهه هو ما شاء الله كيف ساس. فكنت ديما نضحك عليه ونقول له ليش يعني ما مشم فيها وكذا. كنت اتفرج عادي، تو انا ما عادش نقدر اتفرج عليه. تو بعد زدت كبرت شوي وشفت حاجات يعني من زمان ما عادش نقدر نتفرج على عارفها ما فيش منها. هو الواحد لما يكبر يعني مشاعر يبدا حتى الحاجات بتاعت الفيديوهات اللي يجيبوا فيه المنى بتاعت واحد يطيح واحد كان بيدير حركه يخبط على وجهه ما عادش نقدر نتفرج عليه. صح. ما هو الانسان يبقى مدرك خلاص عرفت كثر ما هو يفهم كل شيء مشاعره مش حيقدر انه هو يتمالكن على فكره. الشخص اللي قدامه مش انه خواف ولا اي شيء، عنده اي مرض لا قدر الله يعني ينفعل. صح. يزيد يتعب يخش مرض حتى على ترى المستشفى على المقلب. يعني تخيل يجيك حد لا قدر الله يقول لك اخوك صارت له حاجه ولا ابوك ولا سيارتك شفتها مقلوبه ولا اي قصه يعني حتى مهما كان مقلب بسيط، ولكن مرات الشخص اللي قدامك ما يتحملش. صحيح. انا بصراحه نحترم في الشخص اللي يعطيني فكره هو اللي يضحكني بها، ما نحبش الشخص اللي تحسه يبي يضحكني غصبا عني. عرفت انا مش نضحك اصلا، الموضوع مش كوميدي مش كوميدي اصلا الموضوع. صحيح. ولا انه هو يضحك. فنحب الكاميرا الخفيه اللي فيها فكره، وبصراحه في بدينا في الفتره الاخيره ان نلقوا في افكار حلوه وافكار قيمه نقدر نحن نحن نستعين بهذه الافكار انها تكون في كاميرا الخفيه بتاعتنا. العالم كله فيه ومتواجد قصه التخويف في الكاميرا الخفيه، لكن اللي نتمنوا انها تكون في فكره دائما. تمام. طبعا احنا بس حابين نسمع فويس مسج. اكيد الناس بعتينا اصوات، خلينا نشوف الرسائل نسمعوها قصدي. شوفونا اسمعوا اول رساله معنا. يلا. السلام عليكم، صحه فطوركم، معكم نجاح من ترهونه. نحب نقول لكم كل سنه وانتم طيبين. انا عاد عليكم الصحه على جميع فريق قناه 218 رمضان كريم. ينعاد عليك بالصحه والسلامه ان شاء الله. نسمع رساله ثانيه. نشوف ولا لا نسمع. السلام عليكم، مليكه محمد من مدينه البيضاء، طالبة هندسه كهربائيه ان شاء الله. وكل عام وانتم بخير، وبصراحه ما يحلاش رمضان الا بسهريه. تسلم يا رب، كل سنه وانت طيبه ان شاء الله. ناخذوا نشوفوا رساله ثانيه. يلا نشوفوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا بالقاسم علي من سبها.
أحيي الشعب الليبي بهذا الشهر الفضيل، وأحيي عائلتي، وإن شاء الله ربي يفرج على ليبيا، وكل عام وأنتم طيبين. كل سنة طيب يا رب. كل سنة وأنت طيب. نسمعوا آخر رسالة صوتية. حبتين السلام عليكم. وعليكم السلام. كل سلام. عام وأنتم طيبين. أنت طيب. وكل سنة وأنتم بخير. 218 معاكم عبد القادر علي أحمد خليفة من مدينة سبها من جنوب ليبيا. نحيي قناة 218 ونحيي الشعب الليبي بحلول شهر رمضان المبارك، ونقولهم كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله يا رب يهني بلادنا. آمين. ونحيي أهلي في جنوب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة طيبين. تحية لكل أهلنا في الجنوب. أكيد. توا خلونا ننتقلوا للعبة علي. كويس. اللعبة شفناها من قبل، اللعبة هي لعبة الكلمات الغير مسموعة. اسمها ما شكلها طلع. كلمات الغير مسموعة. كلمات الغير مسموعة. حسها شعر. الكلمات الغير مسموعة. مش هيسمعها إلا سموعة. عرفت. كلمات الغير مسموعة. طبعاً اللعبة هي كالآتي: حيكون في هيدسيت أو سماعات للرأس يغطن الصوت الخارجي، طبعاً سماعات مكتومات، وفي صوت موسيقى عالي. سماعات مسموعة. لا، سماعات غير مسموعة من برا، يعني ما تأثرش على الكلمة. وصلت فكرة. حيكون صوت عالي ما يقدرش يسمع الشخص الكلمات اللي نقول فيهن، ويحاول يعرفهن من قراءة الشفاه زي ما نقوله. طبعا قبل ما نبدأ المرة هذه، حنخليكم أنتم اللي تقولوا لي الكلمات اللي مفروض نقولهن للشباب. حنبدا بالحجاج اول واحد، لان الحجاج عنده قدره على قراءه الكلمات الغير مسموعه. فحنبدا بكره على فكره تلعبها اليوم ان شاء الله. والله بدري قاعد في الدكان شفت في عندهم دحي صغير، كي دحي مش عارف شنو، سمانه كذا، سمان. لا دحي بنقطه بالاسود ورصاصي وشيء فرفير. شنو؟ فر. مش فري. لا، لا فر اللي هو السمان. ايه ممكن هي تشبه السمانه اللي على الصوره. المهم عموما ما جبتهاش. ما جبتهاش؟ كنت نبي ندير فيها فتحاتك وكل واحد يشفطها بعدين. من حرام يعني نهايه رمضان ما يصير شيء. والله حتى بدري فقرتنا قبل بيجيب لك شيء علي، لكن ما صار شيء. كويس. حجاج تفضل معايا. يلا. معناها علي الفرق الوحيد في اللعبه ان الكلمات يختاروهن الناس من خلال التعليقات. صحيح. كلمات يختاروهن الناس. حنخش من عندي ونطلع الكلمات. طبعا انت ما تقدرش تبهت في التليفون، بما ان حنختاروا كلمات من التليفون. حلو. تقدر تلبس السماعة أستاذ محمد. نبيك شنو؟ نبيك تقول لي تسمع فيا ولا لا؟ تسمع فيا؟ به. حول سماعة. حول الإيربيس. حط حول الإيربيس. أيوة حطني الشطارة. عرفها رتا. شطارة. أنت شطر أنت. باك مخرج يبينه ولا حاجه عليه. لا ما بيكش. مش حد تو حاليا يبيك، بعدين يبوك. اوكي يا غيبه عبير وخلاص. اوكي، حنخش على البث المباشر طبعا وحنشوفوا الكلمات اللي عندنا. اوكي، حنبدا باول كلمه. في كلمات نعطيك كلمات من عندي. ايه تو حن يلا. اوكي، اول كلمه. مشقعب. مشقعب. مصعب. قال مصعب. اوكي استنى خليني نقول لك حاجه. اي كلمه نقولها لك لازم تقول، حتى كان ما فهمتهاش كويس. لا، اقرب حاجه قلتها. اوكي تمام. تمام يلا. الباراشوت. صوت كويس هيك. باراشوت يعني قالوا لي. خلينا نكمل هذه قبل. الباراشوت من تو تو تي. كمل هذه قبل. اوكتات. مشقعب. ملعب. لا، علي صوتك ما نسمعش فيك. ملعب. اسمع جيك بوك يعني. اوكي استنى شوي. موسيقى تقول حاط لي ماريو على فكره. مشقعب. هاي يسمع فينا. مشقعب. لا ولا ما يسمع. مشقعب. مشقعب. ايوه صح مزبوط. اول وحده للحجاج. صح. الحجاج التفت لي. فهمت. لا 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 والله باراشوت علي. من متاكد انا انه ما يسمعش. ترى حجاج عطيني السماعه. عندك هدى قالت لك فوسي فساء. فوسي فساء؟ انت حولت سماعات. فوسي فساء.
أول زمان سخيف انت لما تقول اثنين هيك مشيت متعاملين يعني انت غشاش تمام الحجاج جاب اول وحده مظبوطه حنمشوا لكلمه ثانيه شو دي قالت لك فوتوشوب اختار حاجه سهله عليهم اوكي لا حاجه سهله ساعدوني يقولوا كلمات سهلك ميه مدرسة يا راجل باهي باهي خليه باص اوكي باهي يا حجاج حجاج لا وعلي يقول فيها بملامح الانتقام لا نقول نحرك فمي بالضبط على حسب الكلمة يعني حجاج يعيط شكورطة شكورطة اوه قوية هذه قوية 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 حجاج ثانية حجاج مظبوط لا شكلها نتيجة كاملة للحجاج اليوم اوكي حي حجاج صفر أهم حاجة إبراهيم يقتنع بس جايب لي عصفور لا لما زال ما عجبنيش يا جماعة الكلمات راه عطونا كلمات أقوى شوية باش نعطونا لها سهلات عندك والله نبدأ من عندي باي سليمان قال لك معدنوس لا سهلة فيش غيرها نفس اللي هني في باراشوت حتى هي لا غير أوكي بس أوكي. صعب شعور بالعزلة هو على فكرة صح شعور بالعزلة قاسي جدا تميم قال لك قسطنطينية صوتي خيرة مش واضح علي تميم قال لك قسطنطنطن معلش يا شيخ قلت لك علي صوتك لما تحكي مش نقدر نسمعك كويس بس اوكي اوكي قلت لك قال لك مش عارف شو اسمه صراحه قال لك ديمقراطيه انت تفكر ولا لا لا كنت نبي ناخذ كلمات من جماعه لكن حناخذ كلمه من عندي سوما فلامينغو بس جو سمح عندي هنا اسمعني ايه استبيانات استبيانات سمير غانم لا بليت صح لا استبيانات سمنت لا استبيانات أميرات لا علي صوت بتغير الكلمة ولا بتقعد هي نفسها هي نفس هي نفسها بتعارك حجاج هاي عليك علي استبيانات سميرة لا استبيانات أسميات مسميات لا استبيانات ترى اخر شويه درت زومك يتلخبط انا خليك بعيد بعيد خاف من جنباتك يعني يحاول ياثر عليا لان عرفت شكورطه ومش اقعب شنبوات لخبطت حرام عليك انت والدرس هذا فكني منه لا تقوم علي من ولمس حنقولها لك حنقولها لك ثلاث مرات ما عرفتهاش خلاص بغير ما تقربش علي خليك غادي كان خايف منك هو لا ما انت يقرب علي الشفاه يبانوا لصقات ببعض مش حنقدر نعرف لا هو صح حتى شنب بعد نظر هيك صح استبيانات انا نسمع في ضحكه منى من صح منى قلت حاجه انت ما فيش ما شفتش اوكي استبيانات زميلات لا جميلات هي فيها التاف الاخير رائعات فكني منك انت اوكي هذا قال لي شنبوات اخر مره مره واحده كلمة واحدة لا لا استبيانات استبيانات اوبا حجاج فول مارك اول واحد يجيب الكلمات كلها صراحة تصيغ قوي تحية تحية الحجاج انت رائع في قراءة برافو والله يعني انا ربحت انت ثلاثة من ثلاثة فول سكور اول حد يجيب يلا تقدر تحاول سماعات لا بس خلاص ما جربتش عادي صح بس عشت عشت عزلة خطيرة عزلة خطيرة ايش الكلمات هذه صعبة مشقب وشكورطة سهلة شنو الأخيرة قلتها؟ استبيانات استبيانات عجبت لك حاجة اقتصادية أنا قعدت تقول زميلات وجميلات جميلات أميرات أميرات عرفت حركتها بس لا ما شاء الله حجاج أوكي تقدر تفضل أستاذ محمد تو إبراهيم أستاذ إبراهيم خلينا نحضر شوي إبراهيم شو بدي؟ خير هذه حد فضل غير هي بس هي شوية بس هي مش حنجيب لك من الكلام اللي أوه في كلام قوي بكرة هي عادي امسح كبدك اوكي ما عليك جاهز استاذ ابراهيم بدي لك جو فنانين لا لا مش هيك يا ابراهيم اوكي قوي يا حجاج براو عليك كيف كانت لا خطير خطير طلعت هذا واكتشفت نفسي صوتك تسمع عادي بك. تسمع فيها تسمعش ولا حاجه زيد تاكد مني عليه لا لا ما يسمع قوية الأغنية بس اوكي اختيار ما الأغنية دي اوكي قشعريرة
شرعية. كملت الأغنية. تكملش الأغنية ساعة. عاد كملت عاد نكذب عليك. يعني بدأت ترى وريني. طيب يعني نكذب عليك أنا. لا نشوف فيها عالية ولا لا تراكي معايا. لا احكي احكي صعلي صوت. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. ما ينفعش. حسي يسمع يعني شيء العيل هذا ما فيش تراكي معايا زين تأكد ما أدري نديله في ما يطمنش إبراهيم بدأت ما يطمنش إبراهيم بدأت ما يطمنش صح؟ شنو تأكد ديره بدري قلت قشعريرة أنت صح؟ قلت قشعريرة صح؟ قلت شعيرة بلاني قلت شرعية ولا شعيرة تراكي معايا قشعريرة قشعريرة أوكي ما تسمعش فيه يعني تمام تأكيد بس والله مش تعرف علي أوكي. صوتك ما يطلعش اوكي ايه علي واعطيه حاجه صعبه صعبه ايه ارشاد تراب صحراء عذبه فيش تحكوا انتوا علي علي تفسير قرموا فيها منى ابراهيم اوكي كهرومغناطيسيه لا هذه صعبه لا كهرومغناطيسيه الحلو ما يكملش هي كلمه ثلاث كلمات صح ثلاث كلمات صح لا اوكي كهرومغناطيسيه ديمقراطية حافظ حافظ اللي في التعليقات رومانسية لا يا يا فطني يا اللي فاطن انت عاد لا كهرومغناطيسية كيلوباترا شنو يا علي انت تدي الكلام واجد عاد كلمة هي كلمة بينما ادوي هيك كهرومغناطيسية الكهرومغناطيسية اوه برافو 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 انا حاسس اني اسمعها مش عارف ليش برافو ابراهيم شو رايكم بس انا شاك الموضوع حسي اسمعها بجد ما سمعت الله عالي بكل اقسم بالله لا كمل تسمع فيها توكل في موسيقى عليه وهكي ها في موسيقى موسيقى استنى شغالة. استنى شوي استنى باش نجرب انا بعيد نادينا ابراهيم اوكي ابراهيم ترى علوها شو مجوه ابراهيم عالية انت سمعت علوها شو مجوه كويسة هاي ترى وريني يا كان حاقد علي انت ما عنديش فيك ثقه مش حاقد عليك ما عنديش فيك ثقه في فرق بين الثقه وال هي لا اوكي الكلمه الاولى قلتها صح هي بس يا علي اسمعني ما مش مش هي بقول لك فيها بالضبط يسمعوا فيها الناس قاعدين تمام شنو يا محمد ابراهيم نبي نجرب بس نادي فين شوف فيه يسمع ولا لا صوت عالي يا ضار اسمع فيه يعني اسمعني بس صوت عالي كان شي هو ها كان شي هو كان شرو كان شيوخ شيوخ علي صوتك لا بتطفى الاغنيه انا ما بتحكيش هاي بدأتو اوكي هاي كان شيوخ كان شرو كان شيوخ كان شبعو لا علي صوتك ما نسمعش فيه طفت الأغنية كيف طفت الأغنية أنت الوحيد اللي تطفى عندك ما تعد أنا هذي ضميري كيف حي عندك شو ضمير أنت أصلاً بش يكون حي ها شو ندرت أنا استنى شوية رديت على الأغنية اللي قبله هاي أصبر شوية هاي لا بصراحة دعبه مع إبراهيم أوكي أوكي كان شي هو توريك ما خليت على يدك ما خليت على بمك با كان شي هو كان شرو قلتها قلت لك لا قلتها هذه اخر مره اوكي خلاص اخر مره خسرها علي كان شيو كاتشو خلاص راحت لي كاتشو لا كان شي هو كان شي هو هذه مستحيل نعرفها انا هاي استبسال استبيان حتى هو قلت له استبيان كيف طلعنا من الاستبيان احنا استنفار لا استبيان شن قلت انا نسيت استبسال استبسال ها استبسال استبسال معاكسه اوكي شنو اوكي استبسال اشتبه ديره لا استنى استبسال خلاص قرب يخسر خلاص غير قول الكلمه اخر مره اخر مره ما تمثلهاش اصلا ما تعطيش فرص لي انت استبسال استبسال استبداد استبسال استعباط اخر مره ما تقوليش اخر مره اخر مره بعد ما نقول اخر بس بديتش اخر مره قال لك اخر مره قصدي ما كل ما يقرب ما نشوفش منه باه صوتي عالي انا لا عليه اكثر باه استبسال استغفار
خلاص برافو ابراهيم برافو 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 ولا الاغنيه طفت خلاص ولا الاغنيه خلاص ولا الاغنيه خلاص قول لي اخر مره لا خلاص والله اخر مره والله اخر مره صار ابراهيم مقتنع ها قول استنبال ما هو شاطر سمع اللي فاتت بش يقولها عرفتي بس انا قدرت اشطر منك استنبال هيا هيا بسرعه استبسال خلاص لا لا نو سمعت انت الاغنيه سمعت الكلمه افطر يطيح شو تفتح فيك تفضل استاذ ابراهيم واحد من ثلاثه برافو برافو لا مش ثلاثه انت اعطيت اثنين لا لا استاذ ابراهيم تفضل استاذ ابراهيم تفضل سمع عرفت يا حميده شو صار سمع استبسال هو فقال لي عودها لي اخر مره فامتى حط السبعات قال على طول بدير لي الجو منين سمعتها منين سمعتها كيف نسمع فيها والله الاغنيه كانت واقفه واو. اوكي حرد ناخذ كلمات من عندكم مره اخرى تحكي معايا عادي يا بكتري اوكي بس ما حدش يحكي لها عشان الايربيس يا جماعه قاعده عندها راكبه اوكي اول كلمه حاول اقول انت بالله ديما يغش علي يعني. انت ديما تخسر كفو غلط مني صوت شباب معلش خلونا نركز اوكي هاي كفور دي عودة لازم تقولي با لما نقول انا لازم انت تقول اوكي اوكي كفور دي فوشي لا كفور دي لا خلي حروفك واضحه ما ينفعش اوضح حاجه ما فيش اوضح من هيك حلوه بكاتي هي شو تقولي لازم تقولي ماشي شوفي حتخسري هيك شنو كلمه لما نقول كلمه لازم تقولي بحاول يعني هيك مفيش احول من هيك بهاي تمام كفوردي فوزي لا علي صوتك اوكي كفوردي تليفون لا علي علي صوتنا اسمع تليفون لا كفوردي هي هكي فول فول اوكي حنعطيها ثلاث مرات اخرى نعطيها ثلاث محاولات اخرى عشان ما نكونش أوكي. ظلمناها او ممكن اربعه بكيف بكيف معي انا ليش ما صار والله انت اكثر واحد طول انت خسرت يا ابراهيم شنو هي اقتنعت عاود انت على سبب صرت تكي قاعد تحكي تليفونك تليفوني يعني لا والله يساعد فيك كفوني عاود لك واجه شنو هي شباب ايش رايكم تخلونا نكملوا اللعبه تعال انت اوكي كفوردي مش ما عرفتش مره واحده ما عرفتش كفوردي لا مش معروفه صعبه علي طولها اوكي مش مشكله كلمه ثانيه خلاص اول بأنا كلمة ثانية خسرتها خلاص النقطة أعطاك كلمة ثلاثة كلمة واحدة أخرى الأولى كملت عندك شنية تعرفيها شن كانت؟ أوكي عزمك قوي ما فيش عقاب فيها اللي. كانك مع إبراهيم يا علي من أروى زايد شن درت لإبراهيم؟ صح ما تمشي فيها بسرعة يا علي ياهو كلهم جديات قولوا له يعني كلمة ثانية وين كمل؟ كابتشينو شن هي؟ كلمة لذيذة هذه حنقولها في الكاميرا واضحة شوف كابتشينو مظبوط نقول فيها صح؟ عليه وام ابراهيم قالت لك وضح لها حرام عليك كابتشينو كابتشينو برافو برافو هنا صح او اثنين شنو كيف يقول واحد من اثنين قبل نقول الباتشينو بس قريبه قريبه هم اثنين نفس الجو هذه سوسن الورفلي هي اللي قالت كابتشينو طبعا في قالوا لك علي تسمعيها تسمعي فيها بيكاتشو ده سهله فيش كلمه زيها اصلا يعني اول ما تقولها تطلع تكنولوجيا شنو تكنولوجيا حتى هي سهله الكلمه اللي يقعد ما فيش زيها كلمات ثانيه راهي تقعد سهله فاشانيستا شكسبير فاشانيستا خذها فازات عودة فازات بوزات لا كانك ميلي ما فهمتش غايب الزوايا هي صعبتها ان علي وطي في فازلين صوت او ما نوطي في صوتي لان السماعات مش عاليات اليوم ايه عصام مش عاطينا كلمه عادي كلمه واحده اوكي احنا سمعت كلمه واحده شكرا منى برافو برافو منى في حد قاعد لا ولا يوصف لها راو لكن اوكي برافو منى يوصف لها برافو منى شو بيقول لها هيك فازات قال لها فازات ربحت ربحت خلاص طبعا الحجاج كان الفايز في لعبه اليوم ثلاث نقاط من ثلاثه كان هو اكثر واحد زارق على الجو وبعدين منى اثنين من ثلاثه بعدين للاسف ابراهيم حنحاول ان شاء الله نفوزوه في زيد اكد عليها يا مني الاخير ابراهيم
ابراهيم الاخير. بنقول حاجه، انا بنقول حاجه، شكرا على كل اللي علقوا وقالوا ان ابراهيم انظلم، شكرا جزيلا لكم كلكم، وعادي ان شاء الله في الالعاب الجايه احسن واحسن واحسن واحسن، وعادي عادي واللي يدير لعبه يعني طبيعي اللي بيظلمني وبيدير الطرح اللي دار بالضبط. يا حسين شكرا. كويس، هذه كانت هذه كانت فقرتنا، ان شاء الله استمتعتوا بهزيمه ابراهيم. استمتعت بالفقرة، سامحني معلش إبراهيم. أمير إبراهيم فاز، تحية لإبراهيم، كل جماعة كلهم مصابين معايا. عاود اللعبة لإبراهيم يا علي، أنت ظلمت. أه ما شاء الله، شكرا لكل اللي عاودوا أميرة بعد الحلقة. تمام، حنمشي فاصل قصير ونرد نكمل الحلقة. من جديد في سهرية. طبعا موضوعنا اليوم يحكي عن آخر أو آخر 10 أيام نحن ممكن نديروا فيها نشاطات مختلفة تختلف عن بعضنا، ممكن في اللي عادي يتسوق، في اللي يتعبد أكثر، في اللي ممكن يزور أهله وأحبابه، أكيد إجابات مختلفة. خلونا نشوفوا مع بعضنا الاستطلاع ونرجع من جديد ونشوف أكيد تعليقاتكم. بسم الله. طبعا في الاواخر الاخيره من شهر رمضان المبارك، طبعا اولا المناسبات الدينيه نحتفلوا بليله بدر الكبرى، غزوه بدر الكبرى، وكذلك فتح مكه يوم 20 من شهر رمضان، بالاضافه الى ليله القدر طبعا هذه نتجمع فيها جميع الاهالي ونزور بعضنا. عاده احنا العائلات في المنطقه طبعا يكثر التواصل الاجتماعي بين العائلات، طبعا من ناحيه الافطار يوم يفطر مثلا في حوش اخوه، يوم في حوش خاله، يعني تقريب اكثر من الاجتماعات هذه في هذا الشهر المبارك، وبالاكثر يعني وبالاحر في العشر الاواخر. عاده احنا في عيد الفطر المبارك يكون الاستعدادات على الصعيد الاجتماعي او على الصعيد الاقتصادي بالتجهيز لفرحه العيد في العشر ايام الاخيره، الاتجاه للمحلات التجاريه للتجهيز للاطفال لفرحه العيد، وكذلك الاقبال الشديد على محلات الحلويات. العشر الاواخر هذه خصة على الشباب اللي قادرين، صلاه وعباده وطلب وزياره وصدقات وكل موجودة من الناس كلها. هالعشرة الأواخر هذه لأن فرصة، هذه بيزيد في فرص العمل، أكثر شيء نزيد في فرص العمل في مثلا كنا نفتح مثلا قصدي لمدة 3 ساعات ولا 4، بنزيدوا مثلا فرص العمل ل5 ل6 عادي، نقعدوا حتى لي عند الفجر. والله العشرة أيام الأخيرة زي العشرة أيام اللي قبلها، صلاة وعبادة ونسترزق ونجي الصبح نخدم، بعد المغرب نفطر، وبعد بعد التراويح نجي نفتح، وماشي الامور الحمد لله. العشر ايام الاخيره طبعا هذه نشهد فيها اكثر الشهاد، يعني هي كل ليله القدر مش معروفه، قال لك ديما بنحطوا عليها من 9 الاواخر وبرا. زي ما شفنا اكيد مع بعضنا الاستطلاعات الاراء اختلفت عليها، في اللي قال انه هو يبي يخصص العشر ايام الاخيرات الى اداء العبادات، وفي الشباب تكلموا قالوا انه فرص العمل تزيد، ممكن هذول اصحاب المحلات او التجار اللي موجودين في السوق. شفنا باقي الشباب يعني بيقضوا اوقاتهم في الرياضه، اختلفت يعني الاراء. صحيح، جانب مهم هو حتى كان غايب علي، يعني حتى انا اصحاب المحلات بصراحه يتعبوا بالذات في اخر 10 ايام طبعاً من رمضان، يعني نعرف حتى اصحاب لدرجه انه لما يجي العيد عارف بجديات يختفوا عليك. لا مش يختفوا، متعب انا نشوف فيهم كيف إرهاق مش طبيعي، من الصبح لليل يقعدوا مصابين. موسم شغل. من امتى يبدا الشغل في المحلات تاعت الملابس؟ طبعا انا اشتغلت 3 سنوات تقريبا ولا 4 سنوات في الملابس، وكذا في اخر 15 يوم طبعا تبدا الساعه 12 الصبح تكمل 6-7 المغرب. واو. على حسب في اخر 15 يوم تفطر وترد اخرى الدكان لعند الساعه 3 4، لان زباين يجوا حتى لعند الساعه 3 4
العنب بعد السحور مش سحور. ربي يعطيك الصحة. الله يسلمك. لا يعني كل الشباب هم اللي سحروا في المحل اخر مرات وانت مصبي يعني. تفطر وتسحر وتدير كل شيء في المحل واخر ثلاثة ايام هذين يا سلام. تحية لكل اصحاب المحلات. يعني مش قصدي عنصري ولا شيء بس انتم في النهاية شباب يعني تحملوا شوي فيا بالك لو كان لا شباب وبنات كنا لو كان بنات يعني ربي يعطيك طبعا. لا بس في نقطة معلش في نقطة مهمة قبل ما تكملي البنات يقدروا يستحملن كيف الشباب ولا لا اوكي معك احنا قاعدين في وقت نطالبوا فيه انه بمساواة الحقوق كيف الحقوق حتى الواجبات يكون لا عندهن شغل حتى هن يقدم في الشغل من الصبح لليل مش عندهن حوش وبعدين يجن يشتغلن حتى هن قعدت بس هي اوقات دائما ما تكون اخر 3 ايام يعني اخر 3 ايام اخر 15 يوم 10 ايام بشكل تدريجي يعني بشكل تدريجي. انا بنركز عموما في موضوع مهم على اصحاب المحلات نتمنى ان بس ينقصوا من الاسعار شوي حنوا على الناس يعني في ناس يبقى خاطرهم عرفت في لبسه العيد وكذا بس مرات في اسعار تكون عاليه كيف ما انت متنقصوا في اخر ايام مثلا او اخر يوم او بعد العيد حاولوا تنقصوا هيك شوي عشان الناس كلها تعم عليها الفرحه. هي شوف يعني المواطن والتاجر بين نارين يعني الزوز التاجر بيقول لك البضاعه مرات مكلفه عليا غاليه وشحن وتكاليف وبجيبها وعمال وموسم والمواطن ايضا بين نارين يعني الحاجه اللي هو يبي يشريها ونقص السيوله برضه حجاج تلوم وتعذر يعني على ما هو هذا ليش قلت لك يعني بين لان عنده موسم رمضان هو الوقت اللي بيكسب فيه مثلا وقت بعد رمضان متعرف. مش حيبيع شيء فبيحاول انه يبيع في رمضان بشكل اكبر على الاقل يغطي الاسعار لا بس ثلاث شهور بعد نحن كشعب ليبي او يعني انا كبنت ونحكي على البنات او الصبايا بصراحه نحن نحاول نشرف في كل المناسبات وما شاء الله يعني ورب يحفظ الكل الأغلبية الأسر تتواجد مع المناسبات لو ما عنديش فرح في أسرتي يعني أكيد عندي في أقاربي وأصحباتي وغيرها فنحاول في كل المناسبات نحن نوفروا يعني ملابس المناسبات هذين فالكل كاسب يعني في المحل اي طبعا بس برضو ديما مش زي الموسم لكن مزبوط اللي قلتيه صح في ناس حتى في العيد بس أنا أحكي على فرحة العيد صح يعني تختلف تأكيد. عن اي فرحه ممتاز بس في نقطه بس بنحكي عليها قبل ما نقرا التعليقات يقولوا لي كانك او خيرك مع ابراهيم راهو خذا وقت نفس محمد الحجاج منى غير شويه بس لا لان غير شوي خليني نكمل ما اللي قاعد يحكي وقت ابراهيم اوكي سكت اصبر شوي بس ما تحكيش كلام غير حقيقي لو سمحت اوكي طبعا لان الوقت يعطوا فيه لي الشباب ان هذا مازال له وقت ولا خلاص كمل معاه فكلهم خذوا نفس الوقت بس في شويه فرق في انت كلمه واحده عودها لك اربع مرات اي كلمه مش زرقين عليها الكلمة الأخيرة قلتها صح قال لي لا عشان أنت سمعتها والله ما نسمع كنت لا أعطيتك كلمة تانية والله ما كنت بس أعطيتك كلمة تانية ما حليتهاش أنت مش تحسب روحك حليتها وأنا قلت لك لا لا ما حليتهاش أنت غيرت لك الكلمة عشان شباب نطلع من المود هذا بس إن لازم نشوفوا تحدي اللي داره حجاج طبعا عشان تشوف اليوم ما شاء الله باي بس ممكن عشان بنقرأ التعليقات بس نقرأ التعليقات ونطلع أوكي من اتش دي هبهب أكثر حاجة بالنسبة لي قراءة القرآن والتكثير من الدعاء في وقت الليل والنهار. شكرا يا ديا وربي يحفظك الهلك إن شاء الله حتى أنت. من بينك دبليو كي صح فطورك وإن شاء الله تكوني معنا حتى في الأيام الجاية قالت أول مرة معنا حنقرأ طبعا لقيت كلمات وجدات بعد ما طلعنا لقيت كلمات وجدات من الشباب كان لطيفة كان شفتها من بدري راهو خذيتهم يعني ممتاز حنقرا شويه تعليقات من لنا كم تعليق بس عشان الفيسبوك ولا نشوف التحدي قبل بعدين نكمل التعليقات خلينا نشوف التحدي خلينا نشوف التحدي يا تحدي الحجاج تحدي الاداره راح يستا في الحلقه اللي فاتت اللي هو الرقصه الفرعونيه هذه حنشوف ايوه دارها هيك درتها هيك بكري مش عارف تو نشوفوها مع بعض السوق يعني نسقوش الاحداث خلينا نشوفوها مع بعضنا وبعدين نرجع نقيم تحدي الحجاج مرحبتين بكم اكيد بحلقه جديده من برنامج سهرية زي ما شفتوا امس التحدي قال ان انا اليوم نمشي مشي تحت الفراعنه زي ما شفنا امس الفقره بتاع وحلسته هو اللي اقترح هذا الموضوع بدا التحدي انا وعبير حنشوف عبير هل جراتنا اليوم او لا يلا خلينا نشوف هذه هي ماشي الفراعنة زي ما شفتوها
وهذا التحدي اللي قال عليه محمد سليم حطيت المحطة زين. عموما هي هذه الفكرة ونشوف صراحة نوجه تحية كبيرة للحجاج وعلى الجرأة والشجاعة واللي أكثر من هيك يزن كيف يزن قاعد معك وماشي لا هو يزن يشبح فيها في لون نتكلم مع كاميرا التليفون عادي يشبح لي يقول لي بابا فجأة لقاني يعرف نديرك يلاحق فيه بابا لا اسمه فيه حتى بعد وقف بابا لو تشوفه مستغرب رايش يشبح لك بابا خلي يديرك تحية كبيرة ليزن وانا اللي عجبني بجديات الملفت في الفيديو بتاعك انك انت تحكي مع الكاميرا هيك فجأة لفيت فهذه اللي عجبتني انا لا خلاص ما انا انا اول ما تلفتت خلاص يعني بشوف الناس اللي قدامي وردت فعلهم خلاص تمام بس انا مصمم بنديرها تلفتت مع الكوربة هي عرفتها ممتاز طبعا بقول حاجة أمس كان التحدي مش بس للحجاج كان تحدي لآدم وحتى عبير لا آدم ولا عبير ممكن آدم قال بكرة وعدنا أنه هو يدير بكرة عبير الله أعلم يعني حتى اختفت عبير مش عارف اختفت ايش رأيك منى تعطينا كم تعليق عشان ما نزعلوش الجماعة عندي طبعا هاشتاج سهرية تويتر عماد برطوع قال منورين ونختم القرآن وأكيد تجهيز ملابس العيد كل عام وانت بخير منور يا عماد في سوان الورفالي قالت آخر عشرة يا حوش جدي يا محلات في عيشة قالت علي قلت لك عجبتك الثلاث أيام الأخيرة من رمضان مش عارفة سؤال لك أنت شنو؟ قلت لك عجبتك الثلاث أيام الأخيرة من رمضان عجبتني؟ يعني ممكن قصدها أنه أنت تحب الثلاث أيام الأخيرة أو آخر ثلاث أيام في رمضان مش بس آخر ثلاث أيام ماشي تقرأ الانستغرام أوكي نقرأ من الفيسبوك مش من الانستغرام بصراحة كل التعليقات على التحدي اللي دار الحجاج شودي قالت لك خطيرة بكل يا حجاج العجيلي قال ضحكتني وحق ربي خلاص وها ها 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 ويضحك أمونة قالت ولدك يحسبك انهبلت يا حجاج لا هو تفاجأ كنت تتكلم معاه باي بابا خليك كاميرا هو فاهم انه في كاميرا وتليفون بس مش عارف انه بتصير حاجه زي اياه مشيت لو تشبح الفيديو انا مشيت بعدها بثواني يعني بابا لا ويبهت فيك حلو برنسس قالت لك منور يا حجاج حتى هي تحياتنا اكيد تميم قال افضل نشاط ممكن تسويه في رمضان انه تدق باب الجيران وتهرب مع اولاد عمك المقالب هذين خطيرات بس اكيد ما نصحش بهن على شويه بس نعتذر لي انا قريت سوان هي سوسن قالت لي سوسن وحق ربي اسفه يا سوسن انا نقرا من الفيسبوك عادي تقرا يا سوسن طبعا حتشوفوا بعد شويه فقره عوده للزمن الجميل مش عارف لو الشباب ورونا الشاشة طبعا فيها الألعاب القديمة بتاعات الفاميلي زمان اللي نلعبوا فيه بتاعات نينجا تيرتلز وماريو كونتر سترايك أو مش كونتر سترايك هذه كونترا بس هذه نفس الفترة طلعت فيها بيبسي مان كونترا لا بعدين البيبسي مان طلع يعني مطورة شوية يعني لا البيبسي مان طلعت في 97 في بداية طلعت البلاي ستيشن هذين قبل هيك من الفاميلي بس ماريو وقتها كانت أكثر لعبة طاغية طبعا كانت هي رقم واحد طبعا حيكون آدم معانا بعد الفاصل عشان نعرفوا بالضبط شن حنلعبوا اليوم خلينا نمشوا له حنفوز
ورجعنا لكم مشاهدينا مع لعبة آدم. اليوم آدم جهزنا حاجة مختلفة هيك شوفوا فيها، رجعتنا لأيام زمان 20 سنة 15 سنة يعني تقريبا 5 سنين لا أكثر. وين صح قبل 20 سنة وأنت صايم؟ أول حاجة شو أخباركم وكل سنة طيبين وصار فطوركم جديد. بس قبل ما تبدأ درت التحدي ولا لا؟ التحدي اليوم كيف حكى لي عليه إبراهيم؟ اليوم هو طالع أمس كنت قاعد أصبر بس خليني أحكي لك شو صار. حكى لي قال لي في تحدي وأنا بكرة الديرة بكرة الديرة، ما قال ليش شنو هو التحدي وأنا بتفرج حلقة. لا بالحق مش حكيت قلت لك يا آدم بكرة المهم التحدي أنا حضرته حجاج من بدري. هو يقول لك تاع فرعون حنعاودها مرة أخرى غادي في منطقة كيف كيف عودها يا آدم عودها لا قال زي ما فيش حد خير من حد. انا شفتها لما قال لك امس في تحدي بس في تحدي ما قاليش شنو هو. ايه مش مشكله اهم شيء النيه. المهم المره هذه حنجيب لكم لعبه اللي هي الالعاب الفاميلي او نقولوا عليه الاتاري زمان، كان هنا مختلفات انواع واشكال. صح. فواحده منهم كانت لعبه هي ماريو لعبناها قبل اسبوعين. فالمره هذه حنجيب لكم لعبه اللي هي اسمها ادفنتشر. اعتقد بعض منا اللي هم المجيل الذهبي يعرفوها اللي هي قادم من ورايا بعد شويه اعتقد من حيلعب منا دغري منى حتلعب انت اول وحده. منى تلعب وانت تجمز عند الرجاح ايش رايك؟ ايوه ما اعتقد قريبه من ماريو هي صح؟ هي قريبه من ماريو. شو طبيعتها اللعبه بصفه عامه يعني؟ تجري نفس تو انت تسال على شيء طبيعي انت تو كاندي كراش. لا ما قلت لك نبي نفهم باش حجاج بدري تعاند شوي. حجاج انت تلعب كاندي كراش شنو فكرتها؟ خلاص نفسها موت وجري وينقز كاندي كراش. كاندي كراش كاندي كراش لا لعبتهاش. انجري بيردز طبعا تقدروا تشاركونا باحلى لعبه لعبتوها على البلاي ستيشن على التليفونات على اي لعبه الكترونيه لعبتوها. تقدروا تقولوا لنا شنو هي احلى لعبه لعبتوها. نبدا بمنى احسن ما تزعل طبعا. ايوه ناخذ اليد وزر الصار بس ولا بدات؟ تو تبدا زر الصار في اجود نقدر التليفون ده ادم ما تخافش اوكي كل يوم تفرح. شنو اسمها هي اللعبه؟ ادفنتشر اعتقد لعبه اسمها ادفنتشر. ادم حاول انك ما تطيحناش تقدر دير حاول. ها اوكي تمام حنقرا حناخذ بعض التعليقات زر ما تنطش عليه مش ماريو هي اضربي عليه اوكي في زي عندك كيف العصا اوكي تطلقيها بدل تثقب الاخرى. ايوه وين العصا؟ تو لما تقربي من الدحيه تطلع منها زي القوه فخذيها منها تقدر تضربي فيهم هي الدحيات. اوكي حناخذ بعض التعليقات على الانستغرام. اوكي اكونت انا يعني ساير تانسي سايره حاجه هيك تقريبا. المهم الصوره عليها ورده. تكثيف الصلاه والدعاء والمساعده باعمال خيريه قدر المستطاع والتخطيط لاصناف الحلويات وحوسه الحوش. بن حميد ما فيش شيء جديد زيهن زي اول 10 ايام ممكن نزيد نذاكر اصلا امتحاناتنا بعد العيد. ربي يعطيكم الصحه ان شاء الله ويكون معاكم. وتحيه لابراهيم ويا ابراهيم ويا هيمه ما عادش تلعب مع علي في التحديات. التعليق يقول مش انا كيف هي ما استلم والله هذا التعليق ما نعرفش شنو التفاصيل تاعته بس فزت انت خلال برنامج سريع واش بكد شايف انا تقدرش فيه. اول حاجه في البلاي ستيشن شلط هذه اول حاجه. لا تعادل تعادل التعادل يعتبر في الكوره هذه طعم الهزيمه العلي في الكوره ربحك في في الكوره في شنو اخرى المسابقات في الالعاب كلهم ربحت فينا انا. منى شو صار عندك يا منى؟ ماشي يا منى انتبه. وبالنسبه للتعادل انا هنعود المباراة مرة أخرى بس يحوشك أنت وحوشي أنا وحوش علي نشوف من اللي يفوز. ولا حنطلع في السوشيال نقول من اللي فاز. تم أعتقد منى ماشية مقدمة كويس. لا ماشية كويس. دقروا تقرا من يلا خليني نكمل آخر فيسبوك طبعا. إبراهيم ما يخليش يدير شيء. أبدأ إبراهيم أبدأ يا علي وبعدها أنت إبراهيم. أقرا يا علي يلا. ميلود علي خلاص كملتي شوية نقلبوا أنا وعلي. كمل يا إبراهيم علي. أنا ناسحة من العزيزية والله يا رمضان برا حوشك مش حلو أبدا ونفسية صفر. حتى قبل هيك كنا أحلى آخر 10 أيام زي العسل لكن توا مش حلوة. بكل ربي إن شاء الله يفرج عليكم ويرد كل طالب من حوشة لحوشة ويرد لنا ليبيا أصلا ونكونوا في وضع أحسن كل يوم يكون أحسن من اللي قبله إن شاء الله. ممتاز. نقرأ تعليقات من الفيسبوك على السريع. أوكي أقرأ. مريم قالت أحلى لعبة لعبتها زمان هي الكراش.
قوية هالبكراش جديات قوية. لعبناها الأسبوع اللي فات. هيثم محمود القدافي قال السلام عليكم شباب، على فكرة أنا أول مرة نشارك معاكم وتحياتي للكل وبالأخص أنت يا إبراهيم، شكرا جزيلا لك، لأن بصراحة أمي تعزك واجد ويا ريت تحييها يا هيما على الهواء. الحاجة نجية، تحية كبيرة للحاجة نجية، ونتمنى أكيد نكون دائما عند حسن ظنها. إلهام عثمان قالت أحلى لعبة ماريو، لا يعلى عليها صراحة، صحية وتجربة مليحة. العجيلي قال لنقنكم ألعبوا ببجي. ببجي؟ ببجي صعبة. ببجي لا لا مش جسم أنا ببجي. قلت ماريو أه؟ الله يقدم إن شاء الله عليها كلهم يعني أغلبهم أعطيناها بعيد تجري. أوكي إبراهيم عندك حاجة ولا نخش على تويتر؟ يلا خش على تويتر عادي. نأخذ أول تعليق عندنا في تويتر، سمحونا جماعة تويتر عشان منى تلعب قاعدة، حنأخذ مكانها. مونتي منور يا آدم تقول لك الله ينور عليك. مجد أيوة إحنا يا منى مش لاهية مع حد، التليفون قدامي وخلاص، التلفزيون قدامي، هي النبرة بتاع الصوت. وين وصلتي منى؟ أي مرحلة؟ خشيت من بعدها مش عارف. حتستمر منى طبعا لأنها عادي كمل الحلقة. برشلونية أضربها لكن خذينا على أسبوع. أوكي أوكي مرحلة تانية بحر هذه. ايه لا مازال مستمرين اليوم، لعبة آدم منى اسمه صعبة. منى محتلة فهم الأتاري. يلا يلا تعال. برشلونية قالت أحلى ألعاب المدرب الأفضل وكلاش رويال وببجي وما زال في هلبة تانيات. نمشوا لتعليق ثاني من آيات الفرطاس، ما فيش أحلى من بيبسي مان والسيارات من نايت كلاب. أو بيبسي صح بيبسي مان قوية. بيبسي مان لعبة فيهم حلوة. بيبسي قوية هلبة. انا بدي اسالكم سؤال يا شباب، اول لعبه لعبتوها في بلاي ستيشن 1 شنو هي؟ اعتقد تلعبين من قبل سيجا او اتاري، بس لعبه بلاي ستيشن 1 شنو كانت؟ فورمولا 1 وكره قدم. تكن. انت تقريبا تكن. يلا ادم تقريبا تكن. يعني ما بين تكن تعال معي مقاتلي الشوارع حاجه كيفك يعني متذكر. اوكي بلاي ستيشن خلينا ننتقل لمكان الغادي عشان نلعبها. يلا جنن بصراحه. اول مره لعبتها توا ذكرت انا لعبتها زمان، حتى انا لعبها زمان مش متذكر امتى بالضبط صراحه، لكن متذكر اني لعبتها. الكمبيوتر القديم هذا لا مش حتى كمبيوتر، اعتقد كانت على لان هي طلعت بعد ال لا بعد شو اسمه ماريو. وكانت حاجه قريبه من ماريو نفس الجو، خصوصا بتاعت الموزه هذين والحركات. اعتقد انها كانت على الفاميلي جو 96 97 حاجه هيك في شوف اول مره الفكره انك تتعرف، بعد ثاني مره خشيت مرحله جديده. اي بس كويس حناخذه برضه تعليقات انستغرام حتى انا صح كنا نقرا فيه دورك عاودوا مره ثانيه بالاضافه الى تويتر. خشيت على تويتر انا صاير في انستغرام حيزعلوني. اترك فيها حاجه يا رجل. اوكي اعطينا انت كم تعليق من عندك على تويتر. لا انت خش اقرا عشان مش عارف انا من وين اللي قريته بالضبط انت. يلا نقرا هي كامي صح افطوركم والله يضم والحوسه فيها جو اكيد الحلويات وحابة نقول لسوفنا هذا قريناه من بدري أكيد موجود بتحية مرة تانية. طبعا أكيد مش هنعرف نقرأ التعليقات المديورات بالكلام هذه اللي فوق الحاجات وكذا، صعبات شوية خاصة أن الواحد ما يشوفش كويس. ساهو أعتقد والله شهودة سوري شهودة المشي في المحلات نشاط بالنسبة لي مش كيف شباب شو رايكم تلعبوا من غير ما تدوا عشان يقدروا يسمعونا الناس. اوكي المشي في المحلات نشاط بالنسبه لي مش عادي ما فيش تعب والله يبرولك صح لك. ايمان قالت منورين احلى شباب ابراهيم وعلي وحمادي واحلى منوش نمشوا لك منى نورين صحتك. تمشوا لي وين في التويتر؟ مش قلنا التويتر والانستغرام برضو انستغرام تمام. في سليم قال لا انا خشيت في سبورت. تمام يلا اول سؤال من تامي. قريت التامي؟ قريت التامي. قريت التامي ماشي يا حسين. ماشي يا حسين حلوة. يلا خلينا ناخذ اول يلا في نور قالت علاش يا علي هيك في فرق كبير مش عارفه علي شو بتحكي. ممكن على اللعبه ما ادري خلينا ناخذ الاجداد. اوكي تمام الصوت جرس الانستغرام اكيد في اخر تعليق في دلال. دلال
اسم ثاني بصراحه شنو؟ نشرد بش العيد ونطيب الحلويات ورمضان كريم. تمام رمضان كريم عليك يا دلاله. يلا هذا ناخذ الصوره مع بعضينا. خلينا بس ناخذه اسم دلال اللي عندك قبل. شو صار فيك يا ابراهيم؟ دايز طيب كيف يعني. تمام شو اللي صاير يا ادم؟ نضرب فيهم كذا. واخيرا بتربح بحاجه يا ابراهيم. زعمك يقدروا. خيرك مولي عكس الطريق يا ابراهيم. ما انا اي حاجه. كان من جديد وتوا طبعا وقت السحور. نحن كل يوم في السحور حاجتنا خفيفه، اليوم خففنا اكثر. شو رايك بكل وين تن بس اليوم طبعا اللي فات اللي يخشوا الشباب يلقوا في جبنا ويلقوا في جو نلقي تن بس. لا مره جايه جبنا انت معنا. حاضر ما عندك وانا نديره مره خلاص. بكره عندك الموضوع. لا بكره انا دوام صباح ما عاد بكره انت تبي تدير السحور. ماشي الجو يعني. ماشي الجو خلاص ماشي الجو اوكي معلش مهند شنو طبعا دوريه رمضان فتح الحسلوك دوري في صبراته، وعندنا فقرة عندك علم علي أرقام رونالدو بعد في مرحلة اليوفي حاليا، وعندنا خبر حصري نحن انفردنا به في قناة 218 من لاعب فريق النصر خالد مجدي عنده عروض خارجية من برا من تونس والجزائر. تفاصيل أخرى في سهرية سبورت. ما شاء الله حلو. تسلمي. شنو رأيكم شباب؟ هيا خلينا رأينا في العالم. رأينا بناكل غادي بدل ما احنا بنقول رأينا مش عارف شنو. حزاز شوف 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 كيف حاسب فيها. حزاز تعال قامس. لا لا خليك ولد يعمز الله ولد يعمز. لا انا نحبك نجيب جاي. تمام كويس. هذه كانت طبعا او كان الجزء الاول من سهريه. ما يصير شيء تعال ما قلت لك تعال قامز انت. تعال قامز انت تعال قامز. حنمشي لفاصل قصير بعد فاصل اكيد سهريه سبورت.